معكم ان شاء الله تكونوا قاعدك بخير وعلى خير. اليوم وبمناسبه يعني تاع اقتراب العيد الاضحى يعني تاع العيد الكبير يعني تاع درت لكم فيديو يعني تاع نقول لكم بوتيتغ تقدروا تقولوا كاع الشغلات اللي تحققوهم لهذاك اليوم. فوالا خصوصا للناس اللي عايشين في الغربه يعني تاع اللي متغربين بيان سور ميم اللي يكونوا عايشين يعني تاع في ارض الوطن نقدر نساعدكم يعني تاع بالشغلات اللي دائما انا نبازي عليهم في العيد. الوغ اذا حبيتوا تشوفوا مع فازو المشتريات اللي تشريهم واللي فريمون بالك تحققوهم للمناسبات تاعكم ومنهم عيد الاضحى اروحوا معايا نوري لكم كل شيء. غو اني عاود وليت لكم اروحوا معايا نوري لكم يعني تتبعوا الشيء الاول اللي يجي قدامي. هادوما دي طورشون شريتهم فوالا شوفوا فوالا هاد الحاجات سريبتات توجو تسحقوهم هكذا. شريت هادوما ربعه وكما يقولوا تاع الصيف تاع القوم عند فلاكوزين فوالا هادو نحطهم على جنب. الحاجه ليسونسييل تاني كانت توجور نحب شريت ان طابلي نخليه لكم هكذا تشوفوه فوالا. وشريت تانيك ما نكذبش عليكم عجبني شريت ان طابلي هكذا تاع هذا اللي تقدروا تستعملوه في الذبيحه ولا يكون تاع الجلد عجبني بزاف شريته تانيك فوالا. انا توجور هذه المره شريت دي زاسيات هكذا نورمال شريت ربعه بيضه شريتهم في البرك. وهادو ما شريت دي فيغ كيسان هاوليك منا هادو هما دو موديل شريتهم تاع ربعه تاع شريب تاعيتك فوالا. شوفوا نولو توجور الحاجه الاولى اللي نستعملوها توجور شريت باسينات كاين اللي يحبوا تاع دواره تاع بوزلوف شريت هاد الزوج شريت دي بروشي هاد هادو تاع الحطاب شريت هادية تاع الباربيكيو بيان سور تاع الشوا اللي يكونوا عايشين دي زابارتومون هنا في اوروبا لا تقدروا يعني تاع دي زابارتومون ان بالكون صغير ميم في الكوزينه تحطوها بصح تشعلوا لا اوت تاعكم هادية تقدروا ديروا فيها الشوا نورمال. وبيان سور راني شريت لكم الجمر راني حطيتو بكوتي هنايا هذا الجمر راني كل ما يعرفوش هذا الجمر تحطو باكي لداخل مام يكون عندكم الجنان تشعلوه ديغيكت يشعل يعني تا يولي لكم الجمر ما تحقوش يعني تا كاين لازم ديرو لا ديفيرونس اونتر هدايا وواحد اخر اللي يشد الوقت بزاف. فوالا نلحق لكم هنا لي صوص لازمكم الكيتشوب المايونيز هادوما صوص ساموراي صوص الجيريان واكثر شي ركزوا عليه هي لا موتار تاع لي بروشيت وبيان سور حبيبتنا الغاليه الهريسه. فوالا البنات تانيك نسحقوا لاليمينيون لامي دخلي شويه مانيش حابه نولي لارض دخلي شويه ماشي يدك فوالا فوالا البنات نسحقوا تاني هادوما. فوالا البنات تقدروا تشرو هكذا اوبليغاتوار يكون عندكم باسكو تستعملوها شاك فوا كي تخدموا بابي ولا هكذا تيشو استعملوا هكذا هذا تستعملوه توجور باش تخدموا به تحقوا توجور في لا كويزين تاعكم ميم البابي ابسوربون لي فريت وكاع هذيك وبيان سيغ تستعملوه تاخر من يعني تا لو كان يكونوا طراشين تاع الكوطون انا جو بخيفار تخطوهم هادوما يكونوا جوطاب احسن شي. فوالا تشرو الطبق فال جديد ديروا فيه الخبز فوالا نقولوا الحاجه تاع زعما لو كان تاع الاكل حاجه الاولى تكون عندكم سمن كيما الدواره وكاع يديك استعملوا دواره وبوزلوف لازمكم الحميصه لازمكم كيما طوماط بوري تحقوا هذه الطوماط هذه هذا الفلفل بوري تانيك هايل يعني تاع باش تستعملوه كيما يقولوا الدواره البوزلوف لي غوسيت تاعي تاعهم تلقاوهم في القناه تاعي. اكدوا لي على الكرويه توجور خصوصا الكبده مشرمله وكاع هذيك وتسحقوا هذا فلفل دريس توجور لازم يكون حاضر فوالا. تسحقوا الزيت بيان سور
زيت نورمال تاع القليان، وتحقوا توجور حطوا قدامكم زيت تاع الزيتون. بالنسبه للحميصه تقدروا تستعملوها هكذا تاع لي بواط، ولا تقدروا تستعملوها هكذا تحطوها في الماء لافي، وبيان سور بداو وجدوا دوك وخبوا في الكونجيلاتور. بور لي سالاد وكاع هذيك الحاجه اللي تمشي البرومييي جور تاع العيد مع كيما يقولوا في الفطور، ديروا دي فخيت زعما مع الكبده مع لي غونيون مع هذوما لي زابا تاع الكبش، تاع باسكو في لا ماتيني توجور لازم تاكلوهم هذوما كلا تنوضوا طيبوا الطعام وهادشي، باسكو لا ماتيني لازم ديروا اون سالاد، اون سالاد لازم تكون اون سالاد فيرت، تقدروا ديروا فيها شويه بصل وشويه زيتون. اكدوا يكون عندكم من هذاك النهار زيتون، يكون عندكم لي كورنيشا فوالا، هادو ملح وفلفل الكحل بيان سور تحطوهم على الطابل توجور يكونوا حاضرين. الخل بلا ما نقول لكم، والثوم نورمالمون لا غوسيط راهي في القناه تاعي، وجدوها من دوك وحطوها باش ما تقعدوش هذاك النهار تقعدوا يجوكم الضياف وكاع هذيك وانتم تقعدوا ملي تنوضوا تكرهوا الطياب غير على جال الثوم اللي تبداو تسكرتوا فيه. الوغ بريباريوه مع الاول وما تولوش اللور. هادو ما نكذبش عليكم نوريهم لكم، شريتهم بون هادو نسحقهم بالك في الباربيكيو كاع هذيك، هادي ضروري كل يوم نشري هادوك اللي عندي باسكو لا استعمليهم لهاد الشغلات توجور غاردي جداد عندك. هادي نوريها لكم تاني شريتها تاع الكوكيز، هادي تاني شريتها تاع الثوم اللي نحطو فيها الثوم ونبدا فوالا. وهادي فريمون لقيتها اليوم عجبتني تاع لافارين تاع السميد تاع هادي في لي بواط تاعك بيان سور تحطيهم وتستعمليها. هادي هدا توجور توجور جو تخوف لوكازيون باش نقول لكم خصوصا اللي عايشين هنا، ونقول لكم انا لافارين اللي نستعمل خصوصا باش ديرو زعما لي صابلي ولا، هادي هي لافارين اللي نستعمل تتباع عند الاتراك فوالا. فوالا البنات نرجع ناكد لكم على هذا كيما يقولوا لو باربيكيو هذا اللي تقدروا ديروا به جو طابل، اون بليس تشعلوه يشعل ديغاك، تقدروا ديروه في لي زاب كيما تكونوا اللي يكونوا ساكنين في ان ابارتمون كاع هاديك، يعني انت تشوفوا فوق اللحم تاعكم و جو طابل ديروه في البالكون ولا اذا ما يشد لكم ساعة فوالا. على الخبز تاني كليت سبا مع الشوا، اون بليس كي ظلت سقسوني تقولوا لي الخبز اللي تحطي تاع تحطي فوقه شوا مام عند الشرقيين كي كان ريستورون لي بالي ولا سيريال توجور تلقايهم يحطوا في البلاطو يسطفوا لك هكذا لو بان، ومن بعد هذيك يحطوا فوقه لا فيوند، ومن بعد يعاودوا يغطوا بالخبز هذايا باش يقعدوا يقاديوه يقعدوهم سخون. ومن بعد هذيك كما ديما نقول لكم كي يتعسل هذا الخبز كي تبداو ديروا هكذا وتاكلوا به. انا عندي البنات بزاف اللي يشوفوا لي لايف تاعي في الفيسبوك والانستغرام توجور يري ماركيو بلي نحطوا فوق لو بان هكذا تاع الشاورما، تقدروا تشروه ولا تقدروا تلقاو الوصفات عند الاخوات على اليوتيوب، كاين بزاف اللي يديروا الخبز تاع الشاورما، ما من الوصفه تلقاوها في القناه تاعي. بيان سور العيد كيما يعملوا الضحيه وكاع هذيك تكونوا بزاف مشغولين مع الذبيحه وكاع، اذا ما عندكمش هذا الخبز يعني انت ما تقدروش ديروه، يعني انت تقدروا تشروه وراه متوفر في كاع المحلات، يعني انت في الجزائر ما شاء الله تقدروا تشروها هم متوفر. وانا كيما راكم تشوفوا نشري دو باكي بلا العيد بلا والو، ولادي ياكلوه بزاف بزاف سورتو مع الفرماج وكاع هاديك فوالا. بور لي صوص البنات انا ننصحكم بهذه هي لاصوص باربيكيو، يعني انت الكتارة تستعمل في الشواء بزاف 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 بنينه، ما وليدي في عمرو ربع سنين ياكلها يموت عليها، يعني تجيكم فيها ريحة الجمر وكاع هاديك بزاف بزاف بنينة. تحقوا لا مايونيز والكيتشاب، نقولكم تاني صوص الجيريان وصوص ساموراي هادي تباع عند لي الجيريان ومام في الجزائر كاين، كاين بزاف بزاف بنينة تاني في لي ساندويتش كتارة تاع الشوا. وبيان سور لهريسة لا كابيتال لاباز ولا موتارد تسحقوها تاني في لي بروشات تجي تحب بل، يعني تاع لوكو تعطي بنه ولا اروع مام في لاصوص تاع لاصالاد وكاع هاديك، هي صوص واحد اخرى. هادو هما لي صوص تاعنا اكدوا عليهم مليح.
ونعاود ناكد لكم على هادوما الشوبين بود. هادوما حيلين بزاف عجبوني، نرجع نعاود نوري لكم. هادي هي وحده اللي تقطعي فيها الخضره، وهادي اللي تقطعي فيها لا فيوند، وهادي بيان سور لي فروي. هادو هما اون بليس تانيك شريت دي فورشات جداد باسكو نستعملوهم لكثار على ماجوريتي تاع 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 الوقت، راح ما تحطيلهمش دي كوتو قاعدين. شريت هكذا بصح دي كوتو ما نوريهم لكمش، شريت هكذا تاع اسمها تاع كل يوم هكذايا الكتاره زعما في العيد ولا باش ما نجبد لهمش حاجه، باسكو تكون كتاره راح نديروها برا ما راحش نديرو في الدار، ان شاء الله تكون سخانه. الوغ المواس ما نقدرش نوريهم لكم باسكو سي انترديه في اليوتيوب، ميم جي اشتي دي كوتو جدد باش نولي نستعملهم مي ما نقدرش نوريهم. شريت دي فورشيت وشريت دي كوتو، لي كوتو ما نوريهمش بصح سي لو ميم ستيل هكذايا جايين. فوالا هذه هي وهذا هما فوالا. فوالا البنات نولوا للشغلات اللي تحقوهم فريمون. تانيك الفلفل، اشرو الفلفل تانيك تقلوه اون بون سالاد تاع الفلفل، ديروها الوصفه تلقاوها في القناه تاعي. ديروا تقدروا ديروا شليطه وقاعدك توجدوها لافي، تقدروا ان سالاد تاع الفلفل مع البصل والطوماطيش والزيتون. هاني كان تشرو دي طوماط الله الله فخاش تحطوهم هكذا ابار. ما تنساوش القرعه، القرعه لازمكم باش طيبوا الدواره في الليل، ولازمكم الحار توجور ما تنساوهاش الفليفله هكذا، وبيان سور الحشيش والمعدنوس، وما تنساوش النعناع توجور معاهم على التاي. الحاجه ليسونسييل كاع اللي تسحقوها بون هذا طوي شريتو تانيك اشاك فوا نروح نشري واحد منهم، راني داخله في الرابع. لازمكم هادوما كيما يقولوا اشاك فوا اشاك فوا، ونعطيكم نصيحه عليها نتاع رد هادوما توجور نشريهم جداد تقطعوا فوقهم. هادوما تستعملوهم في لا كويزين، وكي تكون عندكم هكذا اون بلونش هكذا الكتاره تستعملوها كي تكونوا تخدموا. توجور نعطيكم ان كونساي، كي تكونوا تستعملوا بها تستعملوها تخبشوها بزاف، كي تخبشوها بزاف هادي كي تقطعوا بها تقطعوا تقطعوا هادي لازم اشاك فوا، يعني تا مينيموم تقردوها 3 موا مينيموم ولا ماكسيموم ماكسيموم تقردوها 3 موا 3 موا 4 موا، باسكو هذيك في اسمها فهذوك التقابيل اللي تخليهم لكم كي تكونوا تقطعوا تقاردي لي ميكروب، ميم تغسلوها هذوك الدخلاني تاعها يقارديو لي ميكروب، الوغ يلفو اشاك فوا تبدلوهم. وانا ما نكذبش عليكم اشاك فوا نلقى نلقاهم نشري بعدا كي نلقاهم، زعما شوفي هنا تاع تقط هذه تقطعي بها لي فخوي شحال شابين، هذو لقيتهم اليوم. هذه دوكا دوكا نقول لهم ميم في الدار، وانا في الدار صريحه بزاف معاهم مشيتهم كيما يقولوا على باغيت كلمتي لي جوز. الوغ هادي تدار لي فخوي، هادي للخضره، وهادي للحم. يعني كي تكوني ميم جديده هكذا تتعلمي وتكوني جديده في الطبخ تبداي تتعلمي. شريت هادي ما ننساهاش توجور باسكو تكون جورنيه تاع القرن كيما يقولوا القليان وقاعدتي الوغ تاع بش بش سهلي الامور لعمرك. شريت سكرفاج تاني تبدا افير تاع التوم تاع واكو تعرفوا، وهذه هي باش نختم لكم بها بيان سور القاروص. حاجه الوحيده قبل نولوا للمشروبات نلحقوا، ما تنساوش ما تنساوش الحمود بوعلام. حمود بوعلام اللي ماهم عايشين هنا تقدروا تلقاوهم عند تضلوا تسقسوني في اليوتيوب وين تشري فازوت، بيان سور تلقاهم عند البوشيه تاع لي زالجيريان، تلقاهم في القهاوي، تلقاهم بارتو. ما تنساوش كيما قلت لكم شاربون، واكدوا لي اكدوا لي عليكم على الفرزان، ما تنساوش المعده تاعكم يا البنات، هذه المعده تاعكم تسحقها في الشهر، يعني في الثلاث ايام هذوك تاع العيد تكون افال الحام تكون افال زيوتي، وما تقولوليش تذبحوا وما راحش تاكلوا الشطاطاح وما راحش تاكلوا زيوتي. الوغ عليكم وعلى تيزانه النعناع كثروا منهم ورجعوا لي الخبر ودعوا لي، يعني تاع بالك وتنساو ما تجيبوش اون بواط تحطوها في الدار. فوالا نورمالمون هذه هي وهذا هو، واني حطيت لي كالونه ما ورات لكمش البيض شريتو لي سالاد لا سالاد، واكدوا لي اكدوا لي اكدوا لي ديروا لا سالاد فيرت، يعني تاع في العيد ومع اللحم اون بون سالاد فيرت مع ديروا لها شويه بصل شويه زيتون، ولا حبيتو لي كورنيشون بالكو لي طوماط ايفيتي مع هادو هما وشي السربه مع
لي غرياد لازم تكون اون سالاد سامبل كيما هادي باك تحط تروحوا ديروا لا ماسيدوان والتقل وكاع هاد الشوفات كاع تخلاو عليهم. ان شاء الله نكون فدتكم وان شاء الله تكون لا فيديو تاعي هادي عجبتكم تاع المشتريات اللي لازم تشروهم. اكدوا لي على لي تابليي تاعك واكدوا شرو وحده اون بلاستيك وهادي من بعد قعدوا تقلشوا بها في لا كويزين تاعكم بعدا لا جاكم ضياف لا جاكم هكذا ناس برانيين هادي ديروها للداخل وهادي ديروها باش هادي عجبتني فريمون بزاف انا نحب هادوما بزاف بزاف اشاك وانا نشريهم. وما تنساوش تاني كيما قلت لكم لي بورشون هادوما اللي وريتهم لكم فوالا هادو هما. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو نعاود نرجع ونقولها لكم. الوغ اذا عجبتكم بيان سور لا فيديو اعملوا لي جيم وشاركوني في القناه ديالي وعيدكم مبارك ينعاد علينا وعليكم يا ربي بكل صحه وعافيه.